اليوم بإطراد موضوعنا له علاقة بالكحول، قد ايه الكميات اللي ممكن نتناولها أو مسموح إنه نتناولها؟ رح تعطينا أكثر معلومات حول هالموضوع نتالي، ولكن بدي أذكر برقمنا إذا حبيت تتصلوا فينا على 04-444-444. نحن ناطرين أسئلتكم. بونجور ناتالي. صباح الخير. ماشي الحال؟ كيفك؟ ليه حبيتي تحكي عن موضوع الكحول؟ الأسبوع الماضي بما إنه أكيد قانون السير بلش يتطبق، في مشاهد طلب إنه نحكي عن موضوع الكحول وقديش مسموح نشرب إذا بدنا نسوق. نعم. بقى قلت خلينا نحكي عن هالموضوع هيدا، نشوف شو تأثير الكحول على جسمنا وكيف بيتفاعل الجسم مع تناول الكحول. ولكن قبل ما بلش الحلقة مهم كتير نعرف انه ما لازم نشرب ونسوق لو شو ما كانت الدوز، لانه مثل ما رح نشوف هلا كمية الكحول بتأثر فيها الجسم كل شخص بطريقة مختلفة. يعني انا يمكن بتأثر بحصة واحدة من الكحول، شخص تاني بده أكثر، والفعل على الجسم أو تأثير هالكحول على الجسم وعلى الكوردينيشن تبعولنا ممكن أنه تكون من كيس واحد. مشان هيك من الأول ما لازم نشرب ونسوق. المهم كتير إذا شربنا حتى ولو كان يمكن كمية قليلة ونحن أشخاص ما لنا معودين على الشرب، مهم أنه يا ناخد تاكسي يا أكيد حدا يوصلنا. هلأ كيف بتأثر الجسم بالكحول وقدي هي الكمية اللي بتبلش تأثر على جسمنا؟ أول شغلة بيهمني أنه وضحها هي كيف بينعد الالكوهوليك درينكس وكيف بتنعد أنا إذا شربت مثلاً كوكتيل كم يونتس اوف الكحول. عاده الكحول المعيار تبعها هي اليونتس الالكحول اللي بنشربها، وكل درينك عنده كميه يونت الكحولز بير درينك. يعني مثلا ما اذا فينا نشوف هيدي الصورة، مثلا كباية بيرة أو بالأحرى تقريبا شوب دو بيير يعني حوالي 350 ملي فيها تقريبا حوالي 2 يونتس أند هاف أوف الكحول. والمعدل المسموح مثلا كل المنظمات اللي بتعتني بالصحة بتفضل انه ما نتعدى عند الرجال 3-4 يونتس بالنهار و2-3 يونتس عند السيدات. يعني اذا شربنا مثلا كباية بيرة صرنا بال2 يونتس اند هاف، يعني سيدات لازم يمكن ما تاخذ اكثر من هالمعدل هيدا. اذا عم نحكي عن كيس نبيد اللي هو حوالي 175 ملي اللي هو كيس عادي يعني عادة بيتقدم، هيدي كمان بتحتوي على حوالي 2 يونتس اند هاف ديجا دونك ببلش مفعول الالكول على الجسم بهالمعدل هيدا. سو بنفضل ان كان مش بس على نحن كيف ممكن انه الجسم يتفاعل مع هالالكول، ولكن كمان على تاثيره على المدى الطويل او الكرونيك ايفكت اوف الكحول. يعني ببلش يصير في تاثير على المدى الطويل. هلا في ناس بيقولوا انا ما بشرب كل يوم كحول، انا يمكن مره بالجمعه، ولكن باخذ كميه كبيره. البنج درينكينج او استهلاك كميه الكحول بفرد مره بكميه كبيره، الافراد بتناول الكحول هيدا كمان بياثر على كيف الجسم ممكن انه يتخلص من هالالكول. يعني بس هون عم نحكي نحن التاثير على الوعي او التاثير على صحتنا. عم نحكي نحن وقت اللي عم نحكي يعني عم نحكي على السكر هون او بعد ما عم نحكي على السكر. عم نحكي عن كيف نحن جسمنا بيقدر اذا انا مثلا بدي سوق يمكن على كيس واحد ما عاد اقدر سيطر على انا كيف عم سوق. واللي بياثر او بالاحرى العوامل اللي بتاثر على هالشيء هيدا، يعني السيدات عاده مدى تحملهم للالكول اقل. يعني مشان هيك افضل انه تخفف استهلاك الكحول اكثر من الرجال لانه جسمه بيتحمل اقل. نعم. الوزن يعني الاشخاص اللي عم بالوزن اكيد، يعني اذا بتلاحظي عاده الاشخاص اللي وزنهم اعلى من غيرهم هن اشخاص بيتحملوا كميه الكحول اكثر من غيرهم. يعني بيضلوا هن
جسمهم بيقدروا يسيطروا يمكن أكثر. هلا إذا هن بيحسوا إنه مسيطرين هذا مش يعني إنه هن عندهم الرفلكس الصحيح. صح. هذا الخطأ يمكن. هذا الخطأ مزبوط. يعني بعطيك مثال، في دراسة عملت شافت شو هي الفانكشنال توليرنس، يعني قديش الجسم ممكن إنه يتحكم بحركاته، وقارنت هل توليرنس أو هل الاحتمال للكحول بين أشخاص، ولقوا إنه هالأشخاص هولي قدروا مثلاً حتى إذا كانوا شربانين كتير بيقدروا بيفكروا بطريقة سريعة، ولكن حركاتهم حتى لو هن عندهم توليرنس حركاتهم بتضل ابطأ. سو بنرجع على نفس الريفلكساتهم بتكون ابطأ. هلا بفكر الواحد انه اوكي انا مركز، انا قادر سيطر على شو عم فكر، فيني حلل، دونك انا كمان فيني سوق. لا اكيد ما فينا نسوق، لانه القدرات مختلفه، القدرات مختلفه، القدرات الفكريه يمكن نقدر نسيطر عليها، ولكن القدرات الحركيه الريفلكس بخف. سو لو شو ما كنا عم نشرب عن جديد ما لازم نسوق. مشان هيك بنقول للاشخاص اللي بيكونوا شربانين لما يسوق يمكن هن واعيين وعارفين كيف يوصلوا على بيتهم، ولكن اذا نط شخص قدامهم او قربت سياره الريفلكس رح يكون بطيء، رح يكون بطيء، وهذا شغله ما نعرفها. هلا نقطه ثانيه كمان، في اشخاص بيقولوا اوكي انا فيني اشرب، رح اخذ قهوه، رح القهوه لانه بتنشطني دونك فيني سوق. نعم. القهوه الكافيين صحيح هي منشطه، ولكن مفعول الكحول، مفعول الالكول بضل هو ذاته. يعني نحن بنفكر حالنا انه منبهين، ولكن كمان عن جديد الريفلكس تبعنا منه سليم. يعني في اوقات درينكس بيخلطوا الكافيين مع خاصه الانرجي درينكس. ناتالي، الانرجي درينكس مع شو بصير هون؟ يا ريت فينا نرجع نذكر المشاهدين الخلط بين الانرجي درينكس والكحول. الانرجي درينكس بتعطي مفعول، بتعطي احساس انه نحن مسيطرين ونشيطين، ولكن الريفلكس تبعنا يعني نحن كيف بنتفاعل مع الحركات، كيف بنعمل فرانك، كيف بنسوق، كيف اوكي، هول بيضلوا تحت تاثير الكحول. نحن بنفكر حالنا انه مسيطرين، ولكن بالنهايه نحن منا مسيطرين. سو بليز ما لازم اذا بدنا هون كانه عم نغش الدماغ، بنغش الدماغ انه نحن 100% انه نحن يمكن مسيطرين، حالتنا منيحه وقادرين نسيطر على نحن كيف بنسوق. نعم. هلا في شغله كمان، في نحن باي سرعه عم نشرب. يعني انا اذا هالكيس اخذته بظرف ساعه او اخذته بظرف 10 دقائق، هيدا بيأثر على دماغي بطريقه مختلفه. يعني مشان هيك مهم كثير انه بس بدنا نشرب، نشرب على مهلنا. نعم. نكون اكلين، يعني الامتصاص الكحول بتتاثر ب اذا نحن اكلين ولا لا، دونك خلينا ناكل قبل ما نبلش نشرب. نعم. والشباب والصبايا يمكن اوقات بيروحوا بيظهروا بيكونوا مش اكلين، صار لهم كذا ساعه، ما بينتبهوا انه هيدا كمان بياثر على وعيهم وعلى اكيد قد ايه ممكن انه يسيطروا على حركاتهم. دونك خلينا ناكل قبل ما نشرب. استهلاك المي ممكن انه يساعد مش على الوعي، ولكن بيساعد اكيد نحن وعم نشرب، ممكن انه يساعد قديش الجسم ممكن انه يتخلص من هالالكول. لانه كل يونت اوف الكحول، يعني كل اذا اخذنا مثلا كيس بيره بدنا 2.5 ساعة تنقدر نتخلص من الكحول بجسمنا. يعني 2.5 ساعة هي خلصت السهرة يمكن. أكيد. سو ننتبه قديش نحن عم ناخد، وقديه بده وقت تأثير الكحول يظهر من جسمنا. شو ممكن الواحد ياخد يعاكس هالتأثير تبع الكحول؟ بأي سرعة بتعلى نسبة الألكول بالدم بتختلف، مثل ما كنت عم أقول، بين السيدات، بين الأشخاص. لأنه في ناس بيقولوا إنه ممكن يتناولوا حليب. لا ما ولا ولا أكل حتى مزبوط. يمكن أكل من بعدها تو ليت او لا من بعدها اكيد اتس تو ليت، لانه مثل ما كنت عم بقول الكحول ممكن انه توصل على الدم بطرق مختلفه حسب كل شخص، ولكن كيف الجسم بيتخلص منها بدنا ساعه تقريبا لكل يونت اوف الكحول. لو شو ما عملنا، ان اخذنا قهوه، ان شربنا مي، ان شربنا حليب، ان رجعنا اكلنا، بده وقت الكحول تا بنفس الوقت تيزول تيزول المفعول اكزاكتلي. نعم. على بجسمنا. خلينا ناخذ اتصال. الو. اهلا وسهلا، مين معنا؟ معك عادل. تفضل. هذه بدي اسالك، انا من شي فتره 7 سنين توفى خيي. نعم. سمعت بشر عم باخذ دواء اعصاب،
اوقات بشرب كحول، هالشيء بياثر؟ يعني عم تستبدل دواء الديبرشن بالكحول قصدك؟ لا لا، باخذ الدواء الاعصاب من الحكيم، وصف لي اياهم الحكيم، وصف لي اياهم دواء الاعصاب. نعم. فاوقات بتضطر تظهري او شيء بتشرب الكحول، والكحول بيشيل مفعول الدواء الاعصاب. عم تسال عن العلاقه بين الكحول ودواء الاعصاب. ايوه، بحق لي سوق شو تأثيره إذا أكيد ممكن؟ أكيد حسب قد إيه عم تتناول كحول كمان. بحق لي سوق. قد إيه بتتناول كحول إذا بدك تقول بالسهرة الوحدة؟ يعني في كيس كيسين. اوكي. نعم. هلا عادة افضل الاشخاص اللي عم تتناول ادوية للاعصاب افضل انه تتجنب تناول الكحول، لانه ممكن انه يا تزيد من مفعول الكحول او بالاكثر كمان انه تخفف من تاثير الدواء، من تاثير الدواء او امتصاص الدواء. سو قدر المستطاع نحاول نخفف من تناول ممكن الكحول. ممكن يبعدهم عن بعض يمكن؟ لانه لا، لانه دواء الاعصاب عادة مفعوله بضل على 24 ساعة، دونك بضل مفعول الدواء على 24 ساعة. ممكن انه يأثر، بيصير الكحول تأثر يمكن بطريقة اقوى على الدماغ وقت اللي نكون عم ناخد ادوية للأعصاب. بالمطلق لازم ننتبه قديش عم ناخد. هلا اذا بدنا نحكي عن اوقات، في اشخاص يمكن مع الوقت بيصير عندها احتمال اكثر للكحول. يعني بتصير يمكن تقدر تتاثر بكميه بالكحول، ولكن من بعد ما تكون اخذت كميه اكثر. يعني يمكن انا اول فتره هون المساله شوي شخصيه يمكن نتالي، يعني ما فينا نعممها. ولكن مهم نعرف قديش في الكحول يونتس بالدرينكس اللي عم ناخذهم. يعني اذا بدنا نحكي عن قانون السير ببعض البلدان، في الالكوهول تيست اللي بينعمل ان كان بالدم او بالنفس، ما لازم الشخص اللي عم بيسوق يكون اخذ اكثر من كيس واحد. دونك اذا اخذ فوق هالكيس هيدا ممكن انه ياثر على اكيد حركاته، وبالتالي ياثر على سلامه الناس. مشان هيك مهم كثير اذا بدنا نظهر انه نشرب مش اكثر من كيس، وننطر ساعه او ساعتين. هلا في اشخاص بيقولوا انه انا نطرت ساعه او ساعتين صار فيني سوق، كله بيتعلق بقديش ربنا. يعني اذا انا اخذت 10 يونتس الكحول بالمره الوحده، وهذا يمكن بيصير كثير خاصه عند الشباب، بدهم تقريبا هالعشرة يونتس بدهم 10 ساعات يظهروا من الجسم، وكل جسم بيتفاعل بطريقه مختلفه وحسب كيف شربنا، اذا شربناهم بسرعه او اذا اخذناهم على مهل او حتى في اجسام. يعني كل ما كان عندنا نسبه عضل اكثر، كل ما اكيد طريقه الفرز هالالكول بيكون بطريقه مختلفه. سو ما فينا نعمم، المهم انه نعرف حالنا اذا اخذنا كحول ما نتعدى الكيس اذا بدنا نسوق، ميلتا يكون هالشيء هذا ما بيأثر على سلامتنا. هلا شو تأثير الكحول على الصحة بالمطلق؟ يعني لازم نعرف شغلة انه الكحول منا بيمتصها بسرعة كتير. يعني فينا نمتص الكحول بظرف 15 دقيقة، والكحول بيمتص الجسم بالمعدة وكمان بالمصارين. واللي بيتأثر اول شيء هو الكبد. يعني الأشخاص اللي مثلاً بيتعشوا بيأكلوا كتير دهون وبياخذوا كحول، هن اشخاص معرضين يمكن اكثر من غيرهم انه يصير عندهم شحم على الكبد. ليش؟ لانه وقت اللي بيكون في كثير كحول واصله على الكبد، الكبد بفضل انه يعمل ميتابوليزم للكحول قبل ما يعمل ميتابوليزم للدهون، وبالتالي كل الكحول بتصير شوي شوي تتراكم على الكبد، وهذا بيؤدي عند الاشخاص اللي باستمرار بيشربوا كثير كحول، هذا يصير يؤدي ل تراكم دهون على الكبد، بنسميه الكوهوليك ليفر بروبلمز. هلا في كمان الاشخاص اللي يمكن بيكتروا من خلط، يعني نحن وقت اللي بناخذ سكر بنشرب درينكس فيهم سكر او فيهم سيرو عصير او مثلا يمكن جن اورانج او فودكا اورانج، هول الانواع من الكحول بنشربهم بسرعه اكثر، وهيدا كمان بياثر على نحن كيف جسمنا بيتفاعل مع هالكحول هيدي. سو اهم شيء إذا بدنا نشرب أول شغلة ناخد كمية قليلة بوقت أطول. نقطة تانية، إذا بدنا نزيد من شرب الكحول ننتبه أنه ما نتعدى الكمية يمكن
اللي بتخلينا نسيطر على مثلاً على بالانجليزي بيقولوا بير بالي، يعني الواحد من وراء البيره بيصير عنده كرش. هذا الشيء من شو البير بالي؟ هلا اذا بما انه عم نحكي عن البيره، البيره ما فيها بس هل يمكن الكول. هي بير بالي بس يمكن هي من وراء اي نوع الكول، من كل من حيلا نوع الكول، ولكن لانه الامريكان بيستهلكوا كثير بيره مشان هيك سموها بير بالي لانه هي اكثر. مزبوط. هلا الكحول عاده دغري بتتراكم بمنطقه البطن، مشان هيك الاشخاص اللي كثير بيشربوا كحول هن اشخاص عندهم دهون اكثر على منطقه البطن، وهيدي دهون. هيدي دهون اكزاكتلي، وهيدي الدهون هيدي اكيد وقت اللي بتتراكم على منطقه البطن بتصير تاثر سلبا على صحتنا، على الضغط، على مخاطر السكري. وهيدي بنلاقيها عند الرجال وعند السيدات. وعند السيدات كمان 100%، وبغض النظر من العمر 100%. يعني ما بيأثر إذا سيدة أو رجال، أو حتى عادة هيدي المشكلة بتصير ابتداء من العمر 40 سنة، لأنه ببطل الجسم يحرق مثل ما كان يحرق قبل، فبيتراكم وبيصيروا أكثر على منطقة البطن. خلينا نشوف شوي بعض أنواع من الكحول، تقريباً قد معدل اليونتس اوف الكحول بير درينك. يعني اذا بدنا نطلع مثلا الشامبين او كل شيء سباركلينج، عاده المعدل بيكون شوي اكثر، يعني عندنا حوالي 175 ملي، بينما نبيد بيكون حوالي 125 150. عم نحكي نحن عن نفس معدل الالكول، يعني انا اذا باخذ كيس شامبان او باخذ كيس نبيد او حتى تنكد البيرة، الكبية البيرة هي أكيد أكثر، أو حتى أصبع ويسكي عندي نفس كمية الكحول. يعني أنا بكون عم باخذ نفس تقريبا حصة الألكوهول، وبالتالي أكيد مفعولة نفسه. هلأ الفرق بين هالأنواع من الكحول أنه أنا يا بشربهم بسرعة أو بالأحرى بشربهم مزمز عليهم. سو أهم شيء تنخلص. سؤال أخير ناتالي، ما حكينا عن الكالوريز هون. الكالوريز كمان بتختلف بين أنواع؟ أكيد الكالوريز بتختلف. هلا إذا كان عندنا بيور الكحول مثل الويسكي أو أكيد نسبة السعرات الحرارية بير يونت أوف الكحول أقل. بينما البيرة بنفكر إنه البيرة ما فيها كحول دونك فيها سعرات حرارية أقل، هذا الشيء غلط. لأنه البيرة فيها زيادة عن الكحول، فيها أكيد سكر، فيها عصير الشعير، وفيها لكل كباية بيرة فيها جرامين دهون، هذه شغلة يمكن الناس ما بتعرفها. سو البيرة فيها كالوريز أكثر أكيد. باردون. وأهم شيء برجع بقول ما نشرب ونسوق حتى ولو كيس واحد بالويكند الجاي، وعادة المشاكل بتزيد. ثانك يو ناتالي. رح ناخذ بريك مشاهدينا، من بعد رانديفو، وأنا بترجع بتلومني بنيتشر بعد شوي.